الانتخابات، اتجهوا لقضايا شوية يعني كان في نفس إقصائي عندهم؟ إيه النفس الإقصائي يعني أنت قاعد تقول أكو خطاب تجريحي، هل كان أيضا في نفس إقصائي ولا؟ يعني إيه في نفس إقصائي في موضوع، خاصة لما ناخذ قضية البحرين يعني. شو عليهم هم في موضوع البحرين؟ هو بيطالبوا أن يدزون الكويت دز جيش للبحرين. قد تكون هذه قضية واحدة يعني، ليش نعمم على الأغلبية ونعتبر أن خطابها كان إقصائي وأنها يعني مارست خطاب تجريحي حسب كلامك؟ هذا عكس مثال واحد، هذا قد يكون هذا عكس موقف طائفي، موقف الأغلبية في موضوع البحرين كان موقف طائفي. لا مش الأغلبية، خلينا نقول يمكن أفراد منهم أو كذا، لكن اللي نتج من المجلس.